في الاتحاجات شديد وخاصة النائب بتاع العدس البجينة ده ما كافي عشان يقضي شهر كامل لهي احتياجات المواطن يعني لو بقى في مزيد من التعزيز بدور الساح برضو عشان يكون في مساعدات للطبية ليال بيتانا ولنحنا برضو أنا ما بتكلم عن معسكر ومسنغور فقط بل أنا بتكلم بكل المعسكرات تفشي حالات الاشتباه بالهزبة وسط المجتمع في مخيم علاقايا كانت كبيرة أكثر فيها عمرية تعرضت هم الأطفال دون الخامسة اتبين أنه أغلبية الأطفال في المخيم ما كانوا مطاعمين ضد الهزبة عدد كبير منهم كانوا تتبع لأسر اللي نزحت من الخرطوم منظمة أطباء بلا حدود بالتنسيق مع وزارة الصحة دشنت حملة تحسين موسع استهدفت الفئة العمرية من 6 شهور لحد 5 سنوات أغلبية الأطفال اللي اتطعموا في الحملة دي بيعتبر لهم جرأة سفرية لأن أغلبيتهم ما كانوا بالطعام أصلا ما